الزر في اللون. اليوم غنحتفلوا بالسنه الامازيغيه وغنوجد معكم تقله بطريقتي. خليكم مع الوصفه. اول حاجه غنحتاجوا البلبوله ديال الشعير الغليظه، ضروري تكون الغليظه. كاين اللي كيديرها بالذره ولكن انا كنديرها بالبلبوله ديال الشعير. غادي تغسلوها مزيان مزيان، غتعاودوا عليها الغسيل شي 3 ديال المرات حتى كيتنقى من داك الدقيق ديالها، وانتم كتخلطوها بهذه الطريقه هذه. من بعد غتصفيوها ونجيبوا شويه ديال الماء غليان باش غادي طيب لينا فيه العصيدة ديالنا اولا البلبولة ديالنا. غادي نضيفو معاها شوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال المليحة ونخليوها طيب على عافية مهيلة على حقها وطريقها، وانتوما كتحركو مرة مرة حتى كتوصلوا لهاد النتيجة هادي اولا لهاد القوام هذا وتخليوها تنشف تماما من الماء. من بعد انا كيعجبني ندير ليها زيت الارقان، كل واحد شنو كيدير ليها. هذيك الطيبه ديال زيت الارغان والنسمه ديالو كتعطيها واحد المذاق جدا رائع. ومن بعد ما تنشف لينا من الماء كنجيبو طبق التقديم، وضروري ندير 3 ديال العظومه ديال التمر. وانتم قولوا لي في لي كومونتير ديال اش هاد 3 ديال العظومه ولاش كيصلاحوا. نديرها في طبق التقديم ديالي ونقدمها مع املو، نزينها باللوز ونزينو بالعسل بارغان اللي كنتوفر عندكم، ديروه وزينوا به. والمذاق ديال الارغان مع املو والعسل راكم عارفين كيفاش كيجي. نتلاقاو مع فيديو التقديم، تبقاو على خير.